عايز افهم انتوا عايشين هنا ازاي؟ فعلا حاره قذره، الناس بترمي زبالتها في السكه. ما بتكلمش على الحاره بتوع، انا بتكلم على شقتكم وزبالتكم اللي انتوا عايشين فيها. معلش يا ونيس، ضيوفنا بيزبلوها اول باول واحنا ما عندناش وقت ننضفها. ما عندكمش وقت وانتوا عواطليه بتشتكوا انكم ما عندكمش شغل. وهننضف جوه البيت ازاي اذا كانت الحاره زي ما انت شايف زباله وناموس ومجاري ضربه؟ وده دوركم، المفروض تعلموا اولادكم انهم ينضفوا جوه وبره. وننضفها ليه اصلا يا انكل؟ احنا مسافرين وسايبينها لهم. خلاص زبلتوها هنا رايحين تزبلوا اوروبا. ده مش هنا وبس يا انكل، ده في مدارسنا كمان. معرفش اقعد دلوقتي في مكان نظيف، بحس انه غريب عليا. احنا ليه ما بنعيش زي ولاد الناس التانية؟ انا عايز اعرف ايه اهم مشكلة عندكم؟ الشغل. انا بشتغل في كل حتة شوية. وانا المصنع اللي بشتغل فيه اتباع، وحمدية مش لاقي شغل، احنا الاثنين بقينا في الشارع. ايوه بس الحكومه بتعلن عن 300,000 فرصه عمل كل سنه. بتعلن بس ما بتعينش. واللي اتخرج من الجامعه من 15 سنه مش لاقي شغل. عشان قاعدين مستنيين، قاعدين عشان تنقوا الشغل اللي على مزاجكم. بقول لك ايه، ما تجيبش العيب فينا، سياده المحافظ قال لي بنفسه. محافظ؟ انت يا معفن قابلت المحافظ؟ محافظ ايه؟ محافظ جزيرتي باهر بيه، قال لي ان بره زي عندنا بالظبط، في فقر وبطاله وغلاء، بس كل واحد ولاده بيتعلموا ببلاش، والعيله كلها بتتعالج ببلاش، مش في مستشفيات سكه، لا هناك المواطن زيه زي رئيس الوزراء بالظبط، وبيصرفوا لكل عيل 300 يورو في الشهر. بس 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 الطاوع بس يا اخي، بس ما تسودهاش قدام العيال. اكيد اكيد الحكومه بتدرس وتخطط ان احنا نبقى زي الدول دي. احنا فعلا بقينا زي اوروبا وامريكا. شفتوا سمعتوا؟ بس في الضرائب. الطف بينا يا رب. ارحمنا برحمتك يا كريم. أكلة لسبع تنفار تكلف أكتر من 65 جنيه. وده من إيراد واحدة من السبعة وعليهم معاش أبويا كمان. أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ طب فرضا يعني لو أنا اشتغلت وأخدت مرتب هنفرح إن دخلنا زاد، بس برضو فجأة الأسعار هتزيد. وكأنك يا ابو زيد مغازيت ولا الغاز. عايزين يدوا كل عيله انبوبه واحده في الشهر بكوبون على البطاقه، دي بتخلص في اسبوع. لا وكمان هنشتري واحده غيرها بخمسين جنيه. وهم ليه ما يدخلولناش الغاز زي غيرنا؟ عشان الغاز راح لجيراننا ببلاش. في ايه مالك داخل مدلدل كده ليه؟ انت مش اشتغلت؟ سبت الشغل، مش عاجبني، لا متناسب مع سني ولا حتى دراستي. يا حستي، ده انا كنت معتمدة عليك انك تساعدني في مصاريف مدارس العيال. وهتدخليهم مدارس ليه؟ لا هيتعلموا ولا هيشتغلوا. الله يكون في عون الحكومة، حتى لو عايزة تصلح هتبدأ منين؟ منين؟ محاربة الفساد والسرقة والقتل والبلطجة والجشع والمحسوبية والرشوة، كل دي أمراض ممكن تنتشر في المدينة الفاضلة اللي بيعملها غريب وفي شهر واحد، واللي هيكون سبب فيها هما الناس، يعني مننا فينا. مظبوط يا متر، مش مهم المكان، المهم الناس اللي هيعيشوا في المكان ده. مظبوط مظبوط يا نادر. عشان كده اللي ييأس ويسيب البلد دي ويسافر يبقى انسان اناني. طيب بعد اذنك، يعني لو ما فيهاش مضايقه،
يعني هينفع اخد اجازه شهر من المكتب لاني مسافر؟ سافر وحناني. حتى انت يا نادر، ده انت كنت واقف قدام المكتب تتحنجل وتتمسح، وكنت هتبوس ايد النت عشان تستغل. مش مندهش او زيك زي غيرك. يا متر، انا ابويا محتاجني معاه عشان عنده مشاكل في التصدير. وعايز اصدير ليه؟ هو بيلحن. بس يا عبد الله، بس يلحن ده ايه؟ انا عايز اعمل لك تقويم لكل حروفك. خلاص يا نادر يا ابني، خلاص، ما دام ابوك محتاجك سافر. اشوف وشكم بخير. بس خلي بالك، هو ده عشان ما تقعدش لوحدها، هتيجي تقعد معايا في البيت. مع السلامه. مع السلامه يا نادر. انا مش عاجبني شعر نادر فعلا. تصور، هو بس ناقصه حلق وغوايش نحاس في ايديه، ويمسك دفوف وجونيلا، ويبقى زي بتوع التنوره. انا اسفه يا مس، اتاخرت عليك. مش مهم، تعالي بس، تعالي قولي لي عملتي ايه. الحمد لله، هسافر الاسبوع ده ان شاء الله. حتى انت يا شرار، ده انت كنت هتبوسي ايد الاستاذ عشان تستغني. انت مالكش غير يا ونيس. والله يا ناسي يا عبد الله، من 12 سنه لما جيت لي تحت العماره ونمت عند البواب علشان تبوس ايدي عشان تشتغل في المكتب ان شاء الله فراش. اسكت. بس يا بلاله، افهم يا بلاله، شيراز رايحه شرم الشيخ عشان مشروعنا. شرم الشيخ؟ لا لا لا، خلاص انا هقعد اشرح لك فيها 10 ساعات دي. بص يا عبد الله، انا عايز اقول لك على حاجه، ما بقاش في غيرك قدامي دلوقتي، وانا مش هستحملك كتير على فكره. كملي يا شيراز، المهم في امل. ان شاء الله، ما تقلقش، انا اتفقت مع مجلس اداره الفنادق ان انا هجتمع بيهم وهطرح عليهم كل الافكار اللي عندنا. هايل كده بقى، فعلا دخلنا على الاشراق والبهجه والتفاؤل. بس خلي بالك، مهم قوي الموقع. لا، ما انت بقى الاسبوع الجاي لازم تسافر معايا عشان تقابلهم بنفسك. وانا عندي اللي يشتري الارض دي. وانا مش مصدق، انا مش مصدق مشروع ابوكو ده. حاسس انه حيله عشان نتراجع بيها عن مشروع غريب. نتراجع ده ايه يا زكريا؟ وازاي؟ في شرط جزائي يا جماعه، وهو عارف كده. وبعدين بابا مش ممكن يخدعنا. ما هو خدعنا قبل كده وقعدنا في جزيره شهرين ونص. لا تفرق، ساعتها كان بيربينا. ايوه، لانه كان متصور ان العيب فينا. افتكر بقى دلوقتي انه مقتنع بالعيوب اللي بنواجهها. انا عايزه اقول لكم على حاجه، الحاجه دي ممكن تمنعني ان انا اروح معاكم. كده بانت انت والدكتور شرف انطح عينيكوا زاغت على المشروع بتاع بابا. دي خيانه شرف الدين. اشتراكوا بكام؟ انا عايزه اعرف. ايه يا اخوانا، مالكم انتوا اتجننتوا؟ انا معرفش اصلا سبب قرار حسناي. ممكن تدوني فرصه اكمل؟ أنا مش ممكن أخسر مرة تانية. أنا حامل. بجد؟ حامل يا حسنية؟ حامل؟ أخيرا أمينة جاية؟ أنا مش عارف، كل ما أجي أروح الجزيرة أبقى حامل، ولما أرجع منها اللي في بطني يروح. بسيطة، تروحي معانا حامل وما ترجعيش. يا جماعة، أنا شايفة إننا لازم نحاول نعرف مشروع بابا ده حقيقي ولا لأ؟ ولو عرفنا انه حقيقي هنعمل ايه؟ هنتراجع ونسيب غريب بيه؟ ولا يا ترى ساعتها بابا هيدينا شرط جزائي 250,000 جنيه؟ المهم دلوقتي هنعرف ازاي؟ ممكن نعرف مشروع بابا ده من هدى. بالعكس، سيبوني وانا هعرف منه هو شخصيا، وهشوف صباع مين اللي هيبقى تحت درس التاني. صباع البيانو. طبعا صباع البيانو هو اللي بيحدد النغمة. مش معقول. ثانية واحدة، معلش ماما، ولاء يعني فاهمين ان لازم تستخدمي صوابعك برقة، يعني خفي صوابعك. استاذ ونيس، من فضلك ما تديهاش اي ملحوظات. اللي بيفهم في البيانو
في الاخر هنلاقيه ماشي في الشارع شايب يا نولا. سخف على ونيس شويه يا عمي عشان خاطري، اللي بيعمله ده هروب من احباط. كفايه كفايه، انا كده احبطت خلاص، بقيت محبط كفايه. في ايه يا استاذ ونيس؟ لا انا مش محبط من سعادتك ابدا خالص، ده من رحمه. وانت امان، انت ما تكملش عليا، كفايه ما تزودهاش بقى. ما تناقشني يا جدو، موسيقى ايه وبيانو ايه؟ الناس مش لاقيه تاكل. يا سيادة الريس، يا سيادة الريس، اذا انت ما امنتش بالفنون وبالموسيقى الناس هتاكل بس وهي ميته. طب اللي احنا بنسمعه في التلفزيون او في السي دي، دي لا مزيكا ولا كلمات. خلاص خلاص يا باسم، خلاص عارفين ان الفن كمان بقى فيه فساد، بس الحكومه ما هياش مسؤوله عنه بصراحه، ده مسؤوليه اللي بيصنعه. بس هي اللي بتذيعه بتنشره. استاذ لانيس، ولقيت قدمت كتير قوي، انا عايزاها تشارك في مهرجان ايطاليا. ربنا يسهل يا مس، متشكر قوي. طبعا يا سمو. اتفضلي، مع الف سلامه. مع السلامه. طب يلا يلا يا اولاد، الغدا جاهز قبل ما اعمل لكم طابور. قلت ايه يا جدو، هتخليني اسافر؟ تسافري فين يا ولاء؟ تسافري فين؟ المدرسه الاسبوع الجاي، هتخش المدرسه وبعدين تقول لهم عايزه اجازه؟ يا سلام، ليه؟ هو العالم مقطع بعضه؟ ما هم جوه الفصول كانهم في اجازه. وبعدين بابا وماما معهمش فلوس لسفرك ولا تمن لبس المدرسه. واحنا بابا قال لنا ما معناش فلوس. بصوا عيال، بصوا بصوا، جسمي اشعر ازاي من كلامكم؟ انا هلبسكم الجلاليب مقطعه وانزل اشحت بيكم. يلا يلا على الغدا، يلا بسرعه. المدارس عامله احتكار لزي المدرسه، وممنوع نشتريه من بره او نفصله. والاحتكار ده معناه ان واحد بس يقدر يتحكم في الاسعار زي ما هو عايز. مفيش مره ناكل من غير ما نتسمم. ما تقلقوش، غريب بيه هيصرف لكم مقدم العقود. لا يا ابويا، من فضلك من فضلك ما تغرقش ولادي، انا رافض انهم يشاركوا في المشروع ده. يلا كلوا كلوا يا ولاد، انا عايزكم تطمنوا، انا هصرف لكل واحد فيكم 300 جنيه اعانه دخول مدارس زي ما بيحصل في اوروبا وبلاد العالم. انا بعمل اللي ما عملتوش الحكومه. وسمعت بابا وماما بيقولوا انهم هيلغوا مصرفنا. وانا مش هعمل زي الحكومه، انا مش هلغي الدعم، مصروفكم مستمر. بالروح بالدم نفديك يا وليس. خلاص 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 خلاص. طب انا برضو من رايي انك انت تدعم ولاء انها تشترك في المهرجان. ماشي، لما تخش المدرسه هروح اخد لها اجازه. بس انت مش واخده بالك انك بعد ما وصلتي لمستوى رائع في عزف البيانو نسيتي تعملي حاجه؟ انا كل يوم بدعي المدام إلم بالرحمه. جوزها أرتين عايش، لازم تروحي تزوريه وتكسري وحدته وتسالي عليه. صحيح، تمام، وانا قبل المدارس هاخدها ونزوره. بس انت بتفكر ازاي بقى؟ انت ما بتفتكش حاجه ابدا. بصراحه اجمل حاجه بحبها في ونيس انه عنده احساس جميل بالرحمه للي حواليه. شكرا يا ابويا، شكرا. اديني دعمتكم يا احفادي، انا طالب منكم انكم تدعموني انا كمان، ترفضوا السفر اليونان وتضغطوا على اولادي، وقبل ولادي تضغطوا على ابويا ابو الفضل. تعرف انك رزل. يلا يا هدى هتاخر. امسك يا نادر، خد الكوفيه دي معاك، المانيا هتبقى ساقعه. يا حبيبتي ما انا واخد بلطو. بلطو هتنفعك. بس بصراحه يا هدى كان لازم تسافري معاه، نادر اول مره يسافر لوحده. وهو ونيس هيستحمل بنته تغيب عنه شهر؟ وبعدين انت مسافر في شغل مش بيتفسح. أنا مبسوط بالتجربة، أول مرة أعتمد على نفسي بجد. وبعدين أنا هكلم هدى كل خمس دقايق. كل دقيقتين. ما تقلقش يا حبيبي، اطمن عليها خالص، هدى هتقعد عندي وهشيلها فوق راسي. معلش يا طنط، أصل أنا وعدت بابا إن أنا هقعد عنده الشهر ده. كويس،
عشان كل ما ننطلك نشوف ونيس. يلا عشان ما نتأخرش على المطار. هسبقك على العربية. يلا. هتوحشين. ما خلاص عملنا شويتين دول قبل ما يجوا. أنا هبقى قاعدة على اللابتوب مستنياك عشان نشوف بعض. عشان يشتغل بعيد عني وده حقه. يا حبيبي اللي يبعد عنك مفقود مفقود مفقود. هو ده حافظ. اسمعيني بقى وافهمي، انا مش زعلان، مش زعلان نادر يسافر. مكسبي الوحيد بالسفرية بتاعته دي انك تجيبي شنطه هدومك وهتقعدي معايا هنا شهر. يا عيني عليكي وعلى الايام السودة اللي هتشوفيها. معقول يا ابويا؟ اتفضلي ابدأي مهامك، افتحي باب الشقة. يلا شفتي اشربي بقى. معقول يا ابويا؟ هتسوى سمعتي. ازيك يا دهود؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا عم ابو الفضل؟ نعم خير يا زكروطة. خير يا انكل؟ انا كنت بس معدي. قلت تهدي وعندي. جاي منين يا زكروطة؟ من عند غريب؟ ده كان عايزكو. لا انا جاي من الشغل. اللي بالحق يلا. هو نادر سافر اليونان ولا شرم الشيخ؟ لا ألمانيا. ايه ده؟ انت عامل مشروعين؟ واحد في شرم الشيخ واحد في ألمانيا؟ لا يا زكروطة، انا لما اعمل مشروع لا اعمله في اليونان ولا في ألمانيا، انا اعمله في المانيا هنا. انا قلت كده برضو، مع ان كان بين ألمانيا واليونان يدوبك فركة كعب، تلاقي نادر بقى هيعملها. ولا ما تقعدش تلف وتحوم. انا فاهمك وقريك كويس قوي، انت مندوب تنظيم، بص قدام ودي ظهرك لمصر. جرايه ونيس، انت ناوي تودينا مباحث امن الدوله؟ تنظيم ده ايه؟ ايه مش انتوا بتدوا ظهركم لمصر؟ هو احنا اول ناس نسافر ونعمل شغل بره؟ واحنا يعني كنا اول ناس نعمل شغل جوه؟ احنا تنظيم بص على بره واعمل لمصر. انت فعلا يا بابا هتعمل مشروع كبير هنا في مصر؟ مشروع ضخم ضخم، بيعتمد على سواعد الشباب اللي يشرف مش اللي يقرف. ربنا يوفقك يا انكل. ايه رايك يا عم بالفضل لو نعمل تنسيق سياحي بين جزيرتي ومشروع انكل؟ والله فكره، بس الخوف ان الافواج تيجي علينا من عنده تشوف جزيرتنا وما ترجعش. لا ارجع 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 ونص اسيب مصر الاساية عشان ابقى جنب ونيس. ونيس ده صديق عمري يا ناس، مش هسيبه. انا كنت اتشكيت في لساني ليه وكلمتك؟ بالمنظر ده ونيس هو اللي هيسيبك. كان نفسي هو اللي بعتلي ويقف قدامي ويقول لي محتاج لك يا ثروت، محتاج عقلك. هو محتاج فلوسك بس وهدوءك. انا عارف المطلوب مني اكيد فلوس بس. طحلت غيرها. ونيس محتاج منك يا ثروت بيه الضغط على غريب لعمل مشروعه هنا في مصر. I'm ready. انا مستعد، بس هل ونيس هيقدر ولا هيغرقنا؟ في رجال اعمال كتير معانا بس مش كفايه. غريب بيه نيته كويسه قوي ناحيه ونيس وولاده وكل اللي حواليه، بس ونيس عايز يستغل ده لعمل طاقه خلاقه هنا مش بره. مع اني مش فاهم اللي انت بتقوليه، بس انا معاكم. انا فاهم اللي انت بتقوليه، بس ربنا معاكم. الخوف بس إن ونيس ييأس. لا يا أبويا، لا مش أنا. أنت ربيتني وعلمتني من صغري إن السلبيات لازم نحولها لإيجابيات، وأنا كمان أنا علمت ولادي وربيتهم على كده.
ولادك في محنة ومش شايفين قدامهم غير طريق واحد، الهروب. طب ليه انت بتهرب يا ابويا؟ علشان استفزك، لان شايفك بتلم ولادك بالعاطفة وعلاقتك بيهم كأب. انت بتعمل اللي بتعمله الحكومة، الحكومة بتحكم والمواطن بيتحكم. الزمن بيتغير ومشاكلنا هي هياها وافكارنا هي هياها. الحكومة ما بتتغير ولا احنا بنتغير. ولادنا شايفين الحكومة ما بتمشيش، قالوا نمشي احنا. ياه، بقالي كتير قوي ما شفتكمش قاعدين مع بعض بتتكلموا. وانا في الفخ يا هدى، بقينا عايشين في جزر منعزلة. بس انا مش هيأس. مش كفاية، لازم المواجهة، مواجهة مشاكلنا بالتغيير الكلي مش الجزئي. تمام تمام. بتعيطي ليه بس يا سوسو؟ في ايه؟ افتح التلفزيون بسرعة يا بيه. هو انت تغيبي الغيبة دي كلها وراجعة مسروعة عشان تتفرجي على التلفزيون؟ في ايه؟ في حاجة حصلت؟ القناة الأولى، أنا طالعة في التلفزيون. طالعة في التلفزيون؟ ليه وانت داخلة تشكيل وزارة جديد؟ بتعيطي ليه؟ هجيب لك القناة الأولى أهو. مشاهدينا، في كل مكان، أسرة برنامجنا وبرنامجكم يوم العطاء انتقلت لتسجيل لحظة عطاء حقيقية جدا لأسرة من أسر المنكوبة بالعشوائيات. تابعوا معانا هذا اللقاء. سوسو سوسو طلعت. شقة جميلة ازاي حبايبي؟ دي دموع الفرح. مساء الخير. طلعت في التلفزيون. نتعرف بيكي، سناية عبد المعطي، مرات الأستاذ عبد الشافع الله يرحمه، منه لله هو السبب. لا ده مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا دلوقتي. مبروك عليكي الشقة. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. ايه رأيك بقى في الشقة اللي استلمتيها دلوقتي؟ شقة حلوة وجميلة، ما كناش نحلم أبدا إننا نعيش في شقة حلوة زي دي. انت كئيبة، بيدوكي شقة بتعيطي؟ امال عايزة ايه؟ فيلا؟ مش حلو. قوليلي، كنت ساكنة في شقة زي دي قبل كده؟ لا يا امي، مش انا، انا اولاد الخمسة كنا عايشين في اوضة سقفها مخرم. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يخلي المحافظة، ربنا يخلي الحكومة ما يحوجهاش لحد ابدا. الحمد لله البلد بخير. يعني انت دلوقتي الحمد لله مرتاحه وحاسه بامان انت ولادك ان انت قاعده في شقه حلوه زي دي، وكمان اكيد انت حاسه معايا بالجهد الكبير اللي بتبذله الدوله علشان ترعى اولادها، واكيد ده بيمثل طبعا منتهى وقمه الصدق في اداء الحكومه، مش كده ولا ايه؟ ايوه امال ايه صدقوا معانا، الحقيقه صدقوا معانا، وناس كتير غيرنا بيسلموا شقهم دلوقتي زينا. مبروك عليكي انت ولادك الشقه، ربنا يبارك لكم فيها. يا سلام على الفرحة، يا سلام. لا عجبني السلو موشن هي. كويس. مشاهدينا، في كل مكان، شفتوا وتابعتوا معانا لحظة صدق حقيقية عاشتها الست سنية هي وولادها لما استلموا شقتها. مبروك على الشقة يا سوسو والله. ايه؟ ايه؟ قفلت التلفزيون ليه؟ خلصت التمثيلية يا بي. تمثيلية؟ تمثيلية ايه؟ اوعي تقولي لي ما خدتيش الشقة. ما خدتهاش بعد ما خلصت تصوير،
قالوا لي مش عجبتك الشقة؟ هنبقى نبني لك زيها وتستلميها بعد سنتين. لا ده منتهى القسوة، ده حرام. أنا بس اللي مزعلني إنهم صوروني على إني بستلم الشقة وده ما حصلش. أعمل إيه يا بيه؟ ما قلتليش رأيك إيه في اللي حصل يا بيه؟ No comment.